ما فيش عنا، ما كل سنة بيعملوا لنا الفقعة هذه والرزيل اللي تيهلكوا اقتصاد لبنان. كلهم هاذي بدهم حط ببير الارتوازي ويندقوا كل المسؤولين. خسائر القطاع السياحي بالسنوات الماضية بلغت مليارات الدولارات نتيجة إقفال العديد من الفنادق والمنتزهات السياحية. إنما هالسنة كانت البشائر إيجابية لولا الخضات الأمنية الأخيرة. بس من وراء الانفجار اللي صار طبعا اللي كانوا موجودين اختفوا، مثل انه من نقطة ملح ودابت. يعني خفت، ما في حجوزات هلا، يعني صاروا يشتغل الوضع الشغل اقل. يعني كان عندنا شويه حجوزات عراقيه كلها فلت، ما في حدا، انه مسكرين هلا والحمد لله. والعالم اللي اجت من برا كمان انه خافت، اللي هون كله فال. بلش الشغل يتحرك الشغل، بس رجع وقف كل شيء، عرفتي كيف؟ وفلوا نص الخليجيه اللي كانوا هون. يعني اكيد خوفهم من الوضع الامني اللي موجود بالبلد، نحن خايفين. الخليجي شفتينا على التلفزيون كيف ما صدق الله، عندي ياخذ اغراضه وبيطلع من الاوتيل، وعلي هون مثل ما انت شايفه. بتقول هون فيك تشتغلي بالسوق من شي جمعتين، بس وقت التفجيرات لا، ما في حدا، ما في حركه ابدا. كان في عنا حجزات، في ناس فلت وفي ناس متأنينه، هي بتيجي هي بتفل. يعني عرفتي كيف؟ ما بنعرف يمتين بنفرش. هذا كله غزلات، يعني هالانسان هو عم يقتل حاله، عم يقتل خيو الانسان، عم يخربوا البلد، خربوا لنا بيتنا وخربونا وخربوا اولادنا وخربوا لنا مستقبلنا. يعطيك الالف عافيه، ما عاد في شيء، خلص كفوا وفوا الشباب. والتطرف بده يجيب تطرف، والارهاب حيجيب ارهاب. ما في حدا لا سياح ولا مستوفين، كل العالم بتتعذب على الوضع هذا. يعني الله يساعد هالعالم كيف بدها تعيش، ما بعرف. قاعدين عم نتشمسنا كل النهار، مستوح لهلا واقفين ما تحركنا. هيك المحلات كلها مسكره. السياحة في لبنان تصارع للحياة، والشعب اللبناني ما زال يأمل بموسم سياحي واعد، ويأمل بفتح كل قفل مغلق على باب فندق أو محل. نحن نتمنى يصير في رواق، ويصير في يرجعوا يتعبوا الفنادق عنا، ويصير في استياف، ولكن حقيقة شيء مؤسف. طب شو خلوا بعد بالبلد؟ منين بدي يجي السواح؟ منين؟ ونحن هون صامدون، بدنا نعيش هون وبدنا نموت هون، وما بنعيش بدون لبنان. كنا الامل انه يكون في سياحه وفي سواح حبوب الاعصاب، كل العالم عم تاخذ حبوب اعصاب، واللي ما بياخذ حبوب اعصاب الفيتامينات بي 12 لحتى شوي يضلوا حافظ، ما حيخلوا لنا يعني اعصاب لحتى تكمل تعيشي اولادك.